وكل أجرى بإمكاناته قدر ما أعطاك الله من علم، قدر ما أعطاك الله من مال، قدر ما أعطاك الله من سلطان، قدر ما أعطاك الله من ولد، لا يملك الله نفسا إلا وسعها. هنا فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. تصلي 7 ركعات الضحى بينما آخر لا يستطيع لظروف عمله أو مرضه فيصلي 2 ركعتين لا بأس. لمثل هذا فليفعل فليعمل العاملون، لكن الأصل موجود، الأصل موجود. هذا يدرك بسخاء، وهذا يقول لو أنك أعطيتني يا رب كما أعطيت هذا لأنفقت مثل ما أنفق. الله يعلم صدق منك وهو لا يملك شيئا ولم يخرج شيئا، فهو وصاحبه الذي تمنى أن يكون مثله في الأجر سواء. ومن ثم باب العطاء لا يغلق ولا يحرم منه مخلص أبدا، فمن فعل أجر، ومن دل على الخير أجر، ومن أحب الخير وتمناه وهو عاجز عنه أجر، ومن دعا لأهل الصلاح بالثبات والتوفيق والقبول أجر. وليس من مسلم يحرم هذا العطاء إلا أعرض عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جماعة المسلمين أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، إن وضع هذا المعنى نصف العين أنك وحدك المسؤول أمام الله ولا تبالي بمن بعدك، فستدخل قبرك وحدك. جعل أمتكم التي سلفت خير أمة أخرجت للناس، ولا زالت دعوات الله تنادي فيكم هلموا يا خير أمة أخرجت للناس لتلحقوا بمن سبقكم ولتفوزوا بوعد ربكم ولترتفع راية الدين على أيديكم ويجعلكم الله للمتقين إماما. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت فكما تدين تدان، او كما قال عليه الصلاه وازكى السلام. يعرف أهلهم. طيب لو ما عرفتش أهلك
يبقى بذلك ما ينفعش. صحيح خدت اليومين دول مش قوي، لكن لازالت في اعراف الناس. رزقك الله الولد، ده بيت سيدك يا رب، وده بيت عمك، وده بيت ربنا هنا. لماذا؟ لذات المعنى. من ليس له جذور لا سيقان ولا فروع، ومن ثم لا ثمرة. إن الكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أصلها ثابت، جذور عميقة ممتدة ممتدة وأقصار عالية فارية واهدة الظلال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، والأمت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، ومن لا أساس له لا انتفاع له. أيمكن أن يكون هذا في عاداتكم وأعرافكم؟ ثم تهمل ولدك فلم تعرفه ربا، ولم تعرفه بنبيه، ولم تعرفه بالحلال والحرام، ثم بعد ذلك تحسى وتحسن أنه ترك الصلاة، أو أنه أراد أن يغير دينه، أو أنه أراد أن يبيعه بعرض من الدنيا. أبناؤنا اليوم لحم الأحكام في عقوله على مواقع النت، وبانفصال مباشر، وبجهود مطيع. أولويات شبابنا الهجرة، طرد الأوطان، نصران الأهل والعيال. لا يعترف بأمه وأبيه، ولا بأخته وأخيه، ولا بوطنه الذي رباه وعاش فيه، على استعداد أن يكون عميلا لأعدائنا، وعلى استعداد أن يظلم أعداءنا، وعلى استعداد أن يكدر سواد أعدائنا، ولا يرضى أن ينزل نقطة أرض واحدة ليصبح من شأن وطنه وأرضه وعرضه ودينه. ما الذي قدمته له؟ هل علمته؟